هذا هو الإسلام منهج أمة بعث الرسول لنا بتبيانا كرم ببيت صالح متعاون فيه الجميع يعلم القرآن فيه الجميع يعلم القرآن كل يحسن ظنه بقرينه أدى الفريضة أكرم الجيران فالأم والأب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كان الحديث في الدرس الذي مضى حول أول وأعظم استثمار لجهد الدعوة من قبل الداعي، وهو الالتفات إلى زيادة قربه ومعرفته بربه. مر معنا الحديث حول هذا المقصد أو هذه الغاية العظيمة، وجاء وقت الحديث في هذا المجلس الذي أسأل الله فيه الفتح والبركة للمتكلم والسامع، حول الالتفات إلى الاستثمار الثاني الذي هو أساس لحصول الاستثمار الأولي، وهو التفات المجتهد في خدمة الدعوة إلى صلته بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأمر في ذلك يرجع إلى ثلاثة أسس، أولها أنه لا سبيل إلى محبة الله ومعرفته وطاعته إلا من طريق الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا سبيل إلى محبة الله والمحبوبية عند الله إلا بواسطة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محبة وتعظيما واتباعا. وإذا كان باب الصلة بالله عز وجل محجوب الولوج منه كل من لم يأتي من باب متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتحقيق الصلة به والالتفات إلى ذلك يكفي فيه هذا الأمر، أنه لا سبيل للوصول إلى الله محبة ومحبوبية ومعرفة وقربة إلا من باب متابعة سيدنا محمد. والثاني هو أن الداعي إلى الله عز وجل هو وارث ونائب عن سيدنا محمد، ولا يتأتى للنائب أن يحسن القيام بما أنيب فيه وبه دون صلة بمن أنابه، بل تتفاوت مراتب الإتقان لمعنى النيابة بتفاوت النواب في مراتب صلتهم بمن أنابهم ومن ينوبون عنه. الله. الأمر الثالث هو أن إصلاح النفس البشرية وربطها بجناب الحق عز وجل
متعلق بل معلق على وجود معنى القدوة في حياة المدعو، بروزا في سلوك من يدعوه، وتصورا للأرقى وهو النموذج الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والباب الأكرم وقمة ذروة سنام معنى التحقق بالعبودية لله عز وجل. فإذا كان الداعية بحاجة إلى أن يكون قدوة للمدعو، فوجه ارتقائه في كونه قدوة معلق على قوة ارتباطه وصلته بسيدنا محمد واقتدائه به. فعلى قدر تحقق الداعية بالاقتداء بسيدنا محمد والاتصاف بجميل أخلاقه ومسلكه واشتعال جذوة معنى المحبة له والتعلق بحضرته، تبرز في هذا الداعية معاني القدوة. أيضا مر معنا أن الداعية الصادق لا يدعو الناس إليه ولكن إلى الله، وما دام يدعو الناس إلى الله فلا يجعلن من محدود ما توصل إليه هو سقفا لما يصل إليه المدعو. عيد: الداعية الصادق الذي يفرق بين معنى الدعوة إلى النفس أو الدعوة إلى الله لا يرتضي في أخذه بمعنى دعوة الخلق إلى الله أن يجعل من نفسه سقفا لترقيات هؤلاء الخلق، بحيث يكون أقصى ما يتمنى أو يمكن أن يصل إليه المدعو أن يكون مثل الداعي. لا، بل الداعي مهمته مهمة الدليل الذي يقول هناك، ويكون فيه من محاسن الأخلاق ما يقتدى به من خلالها، لكن يفتح في قلوب وعقول وأنفس المدعوين باب العروج إلى المعالي ولو تجاوزوه. وأن للمدعو أن يفكر في مجاوزة الداعي إن لم يكن له قدوة أعلى من الداعي سيدنا محمد. والثلاثة الأسس التي ينبني عليها وجه التفات المدعو إلى الداعي إلى الله عز وجل إلى صلته بسيدنا محمد تجتمع كلها في معنى واحد، وهو أنه حبيب الله، صفوة الله، خيرة الله. الذي ارتضاه الله من بين سائر البشر لرتبة خصيصة القرب من حضرته، ورتب مراتب المقربين منه سبحانه وتعالى على أساس صلتهم بمرتبة هذا الحبيب. فأعلى الخلق هم الأنبياء، والأنبياء أصحاب رتبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن تحلوا بوشاح سيدنا محمد وهو النبوة كانوا هم أرقى الخلق. وحتى في اتشاحهم بهذا الوشاح أخبروا بما يشير إلى أنهم نواب عن حضرته. وما آية أخذ العهد على الأنبياء بأنهم إذا أدركوا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيتبعونه وينصرونه ويكونون معه إلا شاهد على ذلك، فإن الذي أخذ عليهم هذا العهد سبحانه عز وجل يعلم أنهم لن يدركوا عصره ولن يكونوا في غمار دعوته صلى الله عليه وآله وسلم في أيام حياته في هذه الدنيا. الذي أخذ العهد على الأنبياء أنهم إذا أدركوه صلى الله عليه وسلم يكونون أتباعا له يعلم أنهم لن يدركوه، ومع ذلك أخذ عليهم هذا العهد قبل أن يخلع عليهم هذا الوشاح. وما هذا إلا تنبيه لهم ولنا من ورائهم إلى أن مهمتهم هي النيابة عن سيدنا محمد في هذه الرتبة. ثم جعل أفضل الخلق من البشر بعد الأنبياء هم ساداتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وما ميزهم في رتبة الصحبة
إلا أن لهم ذواتا قد جالست ذات سيدنا محمد وهي مؤمنة به وفي حياته الدنيا وماتت على الإيمان، فصار تمايز الناس وتراتب الناس في درجات قربهم من الله مرتبطا بسيدنا محمد، مشيئة الله وإرادة الله. فأفضل الناس بعد ساداتنا الأنبياء هم ساداتنا الصحابة. ما هي رتبتكم يا صحابة؟ جالسنا سيدنا محمد، بس هذه الرتبة. ومن التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة في تحصيل العلم، ومن التابعين من كان أكثر عبادة من بعض الصحابة، لكن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حسم الأمر فلم يفتح بابا لطامع في أن يرتقي مرتقاهم، فقال لا تسبوا أصحابي، فإنه لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن الكم هنا لا يرتبط بالرتبة، وبهذا يتضح معنى قوله في أجر الذين يعملون في آخر الزمان للعامل منهم أجر 50، فقالوا منا ومنهم يا رسول الله، قال بل منكم، فإنكم قد وجدتم على الخير أعوانا ولم يجدوا على الخير أعوانا. الكلام هنا عن الكم، والكلام هناك عن الكيف. الكلام هنا العلة فيه بوجد المعين وعدمه، والكلام هناك العلة فيه بالنسبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابي. وشتان بين الفريقين، شتان بين الميزتين. وجعل أفضل آل بيت في الوجود وجودهم آل بيته، فجعل حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا. وما ذلك لميزة فيهم بعد الإسلام إلا أنهم آل بيته. وجعل أفضل الناس بعد ذلك أو خير الأزمان زمانا ارتبط بحضرته خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وجعل أفضل البلاد هي البلاد التي ارتبطت بحضرته مولدا ومسرا ومأوى ومهاجرا. لا أقسم بهذا البلد يا ربي، مكة لها الفضل العظيم من قبل والمرتبة العالية من قبل، أتجعل قسمك بها مرتبطا بولادة سيدنا محمد بحلول سيدنا محمد؟ قال نعم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. مكة قد ظهر شرفها من قبل بروزه في هذه الحياة صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لما أقسم الله بها تشريفا لها ربط هذا القسم لا بالكعبة ولا بالحج ولا بتردد الأنبياء ولا بتحريم الخليل بها، بل جعل التشريف في القسم مرتبطا بسيدنا محمد، فجعل شرف مكة الذي شرفها الله تعالى به في أن يقسم بها في كتابه مربوطا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأين عقول من يترددون في النظر هل نسافر لزيارته أو لا نسافر؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. وجعل أفضل البلاد بعدها مع اختلاف بين العلماء في التفاضل بينهما هي بلاد هاجر إليها وآوى إليها وصارت محلا له، وجعلها الله مأرز الإيمان. إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أحشر يوم القيامة شافعا لأهل المدينة. اللهم اجعل في المدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة، وجعل ثالث البقاع بقعة لما ذكرت في القرآن ارتبطت به صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فجعل تشريف المسجد الأقصى بذكره في كتابه سبحانه وتعالى مقترنا بليلة مر فيها الحبيب على المسجد الأقصى. الله الله، فهل ظهر لكم معنى التشريف الذي ارتبط بالصلة بتلك الذات، أو هل ظهر لكم وميض من ذلك المعنى بأن كل ما ارتبط بتلك الذات ارتفع، وكل ما اتصل بها اعتلى،
وصار ذا منزلة عند الله. اسمع، جرت سنة الله في الأرض ولا تبديل ولا تحويل لها، بأن المحبوب عند الله يرتفع كل من اتصل به. وتأمل كلب أهل الكهف، كلب حكمت الشريعة بنجاسة لعابه وفضلاته وما لامسه على وصف البلل عند كثير من العلماء، وفيهم من رأى أنها نجاسة مغلظة، ومع ذلك لما التفت هذا الكلب التفاتة تعلق بأهل محبوبية عند الله، ارتقى هذا الكلب ليكون قرآنا يتلى. وكلبهم، فما أن يذكر الإنسان هذا الكلب حتى تكتب له 60 حسنة على الأقل، حسنة على الأقل، 60 حسنة على الأقل لقولك وكلبهم، 6 حروف، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اسمع، بل ارتقى هذا الكلب إلى رتبة صار كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يصف حال هذا الكلب، باسط ذراعيه بالوصيد. يا كلب، آلاف الأعوام مرت وذكرك خلد، ما السبب؟ قال قلبي تعلق بأهل الصلة بالله عز وجل، قلبي أحب أولياء الله. فأين الأمة اليوم من شرف محبة الأولياء والصالحين؟ وكيف تصير معاداتهم دينا أو توحيدا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. اسمع، تعلق القلب بمحبوب عند الله حول كلبا من كلب قبله كلاب وبعده كلاب ينتهون وينقضون، قبله كلاب وبعده كلاب، إلى كلب يتقرب إلى الله في القيام بين يديه في الصلاة بذكره. بمن التهى؟ قال تعلقت بالمحبوبين، هذا تعلق بأولياء. فما بال المتعلقة قلوبهم بالأنبياء؟ فما بال من تعلقت قلوبهم بالصلة بسدة منتهى شرف النبوة والمحبوبية لدى الله سيدنا محمد؟ سمعت، رتب الله قوة محبته شرطا على اكتمال إيمانك. لو صليت أو صمت أو جاهدت أو دعوت أو علمت أو تعلمت، فلا سبيل إلى ارتقائك في مراتب كمال الإيمان دون صلة بقوة محبته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، لأنت أحب إلي من أهلي وولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي التي بين جنبي. قال ليس بعد يا عمر، عاد ماشي. عمر قام الليل، ليس بعد. صام النهار، ليس بعد. هاجر في سبيل الله، ليس بعد. جاهد في سبيل الله، ليس بعد. أعز الله به الإسلام، ليس بعد، ليس بعد، ليس بعد، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال يا رسول الله، لا أنت الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. سمعت، فكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل إذا لم يثمر في قلب المتقرب زيادة صلة بجناب سيدنا محمد بالمحبة والتعظيم والمتابعة، فإن هذا العمل لم يؤتي كمال ثماره لهذا الإنسان وإن أحسنه وأتقنه. الأمر إذن ليس مجرد ترقيق قلب بنافلة من الوعظ، الكلام عن ازدياد الصلة بسيدنا محمد أمر يتعلق بصدق عبوديتنا لمن اصطفى سيدنا محمد، الذي قال لنا بأن سيدنا محمدا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو الذي أنطقه بأن الإيمان لا يتم إلا بأن يكون سيدنا محمد أحب إلينا من أنفسنا التي بين جنباتنا. لا تمام للإيمان، لا تمام للإيمان. طيب يا جماعة أنا بتعلم، طيب تمام، لك أجر، معروف أجر طلب العلم والعلماء ورثة الأنبياء. يا جماعة أنا سأدعو إلى الله، ما شاء الله الدعوة إلى الله فضل كبير وعظيم. يا جماعة أريد أن أجاهد في سبيل الله بأنواع الجهاد وأضحي بروحي، ما شاء الله الشهادة مقصد عالي والجهاد ذروة سنام الإيمان. لكن كل هذا إذا لم يكن فيه له أثر بزيادة صلتك بسيدنا محمد لم تبلغ به المقصود الأعلى. ما حصل، ما في إرادة الله. الحين الذي ينازع في استشعار عظمة هذا الأمر ينازع إرادة الجبار.
أي عبودية أو توحيد أو دعوة إلى الله أو خدمة لدين الله تستوي أو تقوم على سوقها في من ينازع إرادة الجبار. لا سبيل إلى الوصول إلى كمال الإيمان إلى رضوان الحق المنان إلا من باب سيدنا محمد بأبي أنت وأمي يا أبا القاسم. ازدياد الصلة بحضرته، الالتفات إلى ازدياد الصلة بحضرته استثمارا لجهد الدعوة. اسمع، وعزة المعبود قسما يمينا مغلظا لن تتنفس هذه الأمة قط نفس العزة والكرامة والنصرة والتأييد والارتقاء ما لم يتفشى نور الصلة بجناب سيدنا محمد محبة لحضرته وتعظيما واتباعا بين أهليها. لا والله، وكل دعوة إلى نهضة الأمة خلت أو ضعف فيها ملمح الصلة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وتعظيما واتباعا فهي دعوة قاصرة عن أن تكون من الدعوات المنهضة لأمة سيدنا محمد. انتهى. قولا واحدا بل راجع ذاكرتك في تاريخك المعاصر، لن تجد دعوة أثمرت في واقع الأمة فثمارا ملحوظة إلا وتجد في مؤسسي هذه الدعوة والقائمين على إنهاضها في أول الأمر ذواتا ذابت قلوب أصحابها ومهجهم شوقا إلى سيدنا محمد قطعا لا يتأتى، روح انتهاضها مربوط ومتعلق بهذا الأمر. فحاجة من يريد أن يكرم بأن يكون داعيا إلى الله إلى صلته بسيدنا محمد أصلها أنها إرادة الله الذي أحب سيدنا محمد وعلق هذا الأمر على صلة بسيدنا محمد. اسمع، وليس مجرد صلة المتابعة الظاهرة التي لا بد منها والمنتقص من قدرها مستدرج والعياذ بالله، لكن اسمع، فلا وربك لا يؤمنون، نفي هنا في ألطف الأحوال سنقول أنه نفي لكمال الإيمان في أحسن الأحوال، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا رجوع بظاهر الأمر. اسمع، هم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، هذه لا علاقة لها بظاهر الأمر، ها هذه الأصل، هذه ليست في ظاهر الأمر، لها علاقة ليست في ظاهر الأمر لكنها الأصل الذي إن لم يقم عليه ظاهر الأمر أو لم يثمره ظاهر الأمر فلا أمر. اسمع زيادة على ذلك، ويسلموا تسليما، رتب الله الإيمان به جل جلاله على حصول هذا المعنى تجاه الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو أمر عبادة وقرب من الله، وهو أمر نجح للدعوة إلى الله. إن كان الغاية من الدعوة الغاية العظمى، ما هي؟ رضوان الله. إذا كان رضوان الله متوقفا على الصلة بهذا الجناب على هذا النحو فلا ثمرة للدعوة دون أن يثمر فيك هذا الأمر. ثم على أرض واقع الدعوة، بعد أن تكلمنا عن أثر ذلك في ذاتك رضوان الله، على أثر واقع الدعوة لا يتأتى لأن تسري أنوار الإيمان إلى قلوب من خلالك وبواسطتك ما لم يكن أمر الصلة بسيدنا محمد في ارتقاء لديك. لا أقول ما لم يكن عاليا، اسمع، في ارتقاء، في ازدياد، لهذا عبر زيادة الصلة. التفاتا إلى الصلة، لهذا عبر بالالتفات إلى الصلة في الاستثمار، أي الاستمرار من الازدياد بها أو منها، التزود منها.
وهذا الأمر أساس في سريان نور الدعوة إلى قلوب من تدعوهم. وجربنا على أرض الواقع. تريدون الكلام عن الواقع الآن؟ كنا نتكلم عن الذات، نتكلم عن إرادة الله، نتكلم عن المعنى. اسمع، يا من هو مشغول بالواقع رغبة في تحسين الواقع، انظر إلى الواقع. ما رأينا في ميدان الدعوة أناسا هم أشد أثرا في الواقع على قلوب الخلق في ربطها بالخالق، أكثر من أقوام قوي ارتباطهم بسيدنا محمد. هات وعدد في ذهنك الفرق الموجودة والجماعات والمؤسسات والأعمال، وأعطني مجموعة قوية أثرها الدعوي، وليس اسمها وصيتها وترتيبها، أثرها الدعوي، أي إقبال الناس على الله بسببها وارتباط الناس بالله من خلالها. أعطني واحدة لم يقم أمرها على أساس قوة الصلة بسيدنا محمد. وقد رأينا في أسفار والمتكلم مبتلا بكثرة الأسفار، رأينا في الأسفار آثارا لأصحاب القلوب التي كان لها التفات إلى صلتها بسيدنا محمد، تعجز العقول عن الربط بين الأثر وبين إمكانيات من أجر الله الأثر على يده. نعم، رأينا بلدانا فتحت على أيدي أفراد، رأينا أعدادا لا تكاد العقول تصدق أنها على هذا النحو دخلت الإسلام بسبب مجالس الصلاة على الحبيب وذكر شمائله والثناء على حضرته. وسل أدغال أفريقيا، وعندنا من شرق أفريقيا من لهم اشتغال بالدعوة يحضروا في هذا المجلس، سلوهم ما الصوت الذي رفع راية الإسلام لتصل إلى عمق أدغال ومجاهل أفريقيا؟ ألم يكن يا شيخ سعيد صوت أصحاب المدائح لحضرة الحبيب والسماع والإنشاد بذكر شمائله وإحياء نور محبته؟ ألم يريكم الله عز وجل عجائب من فتح القلوب وشرح الصدور للإسلام في موسم مولد الحبيب صلى الله عليه وسلم لم تروا مثله بقية السنة؟ ليس كذلك؟ قال بلى. واليوم ونور الإسلام يشق طريقه في أوروبا وفي أمريكا، سلوا إخوانكم ممن أكرمهم الله بالإسلام ومنهم من هو في هذه الدورة عن أثر تعلق القلوب بسيدنا محمد، كيف يفعل عندهم؟ كفاك، تريد كلاما بالعقل كما يقولون؟ تكلمنا عن الشرع، عن المقاصد، عن مراد الحق، تكلمنا عن الواقع، تريد فلسفة عقل؟ أنت في الدعوة نائب عن من؟ أنت في الدعوة مبلغ عن من؟ هو المؤتمن قال بلغوا ماذا؟ كان من الممكن يقول بلغوا عن الله ولو آية وانتهى الأمر، لأن الأصل أن البلاغ عن الحق سبحانه وتعالى، هذا الأصل، هذه الحقيقة. لكن ليدلنا إلى سلم الوصول إلى هذه الحقيقة قال بلغوا عني صلى الله عليك، بأبي أنت وأمي، قال بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أو عام. اسمع، والحق جل جلاله أكد ذلك في كتابه، نزله على ها قلبك. القرآن نزل على ماذا؟ اسمع، وصفه الله بأنه نزل على قلب سيدنا محمد، لندرك أن سيدنا محمد ليس مجرد ساعي بريد والعياذ بالله، وحاشاه، جاءته الرسالة وأوصلها إلينا ومضى إلى حال سبيله، فصلتنا بالرسالة لا به محال، هو نزل على قلبه. اسمع، وتلاوته قل يسرناه بلسانك
هو كلام الله الذي لا تقوى الجبال على احتماله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والكلام الذي لم تقوى الجبال على احتماله حمله قلب سيدنا محمد. ولولا أن الله يسره لنا بلسانه ما استطاعت ألسنتنا العاصية الضعيفة أن تلهج بكلام الله جل جلاله. فصلى الله على القلب الذي تلقى نزول الوحي، وصلى الله على اللسان الذي به يسر الله لنا تلاوة الوحي. يسرناه بلسانك، اسمع، بالعقل، بالعقل. أنت هنا نائب عنه، مبلغ عن من؟ بلغوا عني، عن سيدنا محمد. أيتأتى بالعقل أن تبلغ عن من لا صلة لك به؟ فكيف تبلغ عنه؟ لو قال بلغوا كلام الله انتهت المشكلة. القرآن موجود بين ظهرانينا بحرفه ورسمه، محفوظ في صدور من الأمة، يمكن أن يبلغ على هذا النحو. بلغوا كلام الله، بلغوا آية من كلام الله. لكن الحبيب قال بلغوا عني، فكل تبليغ لكلام الله لم يقم على وصف النسبة إلى معنى قوله عني، وصف النيابة عنه، فليس بتبليغ. سمعت؟ ليس بتبليغ لكلام الله، لم تبلغ كلام الله. كل نقل لكلام الله لم يقم على وصف النيابة على سيدنا محمد فلم يوصل كلام الله إلى الناس. وإن أوصل من كلام الله عز وجل الحرف والصوت الذي يقرأ وينطق ويتصور في العقل، فلم يوصل نور هذا الكتاب إلى قلوب الناس. ولهذا كنا نشهد في السابق أعدادا قليلة من حفظة كتاب الله في الأرض، تضج الأرض من نور صلتهم بالله، ملأوا الأرض نورا. كنا نسمع عن بلدة فيها حافظ واحد لكتاب الله، السكينة والنور والطمأنينة والمحبة بين أهل هذه البلدة، قائم كل ذلك بنفس حال الحافظ لكتاب الله عز وجل. واليوم، واليوم كم نرى من فتن وفرقة ونزاعات وتعلق بالفانيات يقود غماره أناس أدرج القرآن في صدورهم. ما السبب؟ لو فتشنا لوجدنا أن خلو كثير من قلوب الذين حفظوا كلام الله عن شهود معنى النيابة عن سيدنا رسول الله في تبليغه. كان الشيخ أيمن سويد حفظه الله من كبار علماء القراءات في الأمة يقول لو أن مشايخنا الذين حفظنا عليهم كلام الله وروينا من طريقهم القراءات أخذوا منا مقابلا ماليا لا راحونا، ولكنهم لم يأخذوا شيئا غير أنهم اشترطوا علينا ألا نرد من أراد أن يتعلم كلام الله إذا لم يوجد سوانا في تعليمه، فأتعبوا من بعدهم ومن وراءهم. قال خرجت ذات يوم بعد الدرس بعد الإشراق أسير عن بعد خلف شيخ الشيخ أبو الحسن الكردي حفظه الله، وهو بقية من بقايا الأمة الذين من نظر إلى الذي يرى الناظر في وجهه ملمحا من أنوار الصحابة رضي الله عنهم على وجهه، وقد جاوز 90 من عمره حفظه الله. قال خرجت أسير من ورائه عن بعد لعله يحتاج شيئا فأخدمه، فوجدته توجه إلى السوق بدلا من أن يتوجه إلى بيته، واشترى بعض حاجات لأهل بيته. فلما رأيت الأكياس ثقلت في يده اقتربت وألقيت السلام ومددت يدي لأحمل عنه فأبى. شيخ شيل عنك، قال لا 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 سيدي أحمل عنك، قال لا لا سيدي أحمل عنك أشيل عنك، قال لا، قال سيدي ما أنا ولدكم تلميذكم أعرف أني مذنب مسيء، لكن يعني، قال لا يا بني ليس الأمر كذلك، لكن للتو كنت أعلمك، خشيت إن أنا استخدمتك بعد أن أعلمك مباشرة أن يكون هذا أجري على تعليمك. كنا ندرس عند شيخنا الحبيب حامد بن عربي بن طاهر الحداد رحمه الله ونفعنا به، فأرسلت إحدى أمهاتنا معنا، كنا مجموعة، طيبا حسنا تخلطه هي وتعمله من غوالي الطيب، قالت أعطوه للحبيب حامد يدرسكم. عند الخروج من الدرس ناولناه القنينة فأخذها ونظر فيها قليلا ثم قال إذا لم يكن هذا يغضب والدتكم أعيدوا إليها. ليش؟ قال معنى الهدية وصل، لكن الآن كنت أدرسكم فأكره أن يكون ذلك مقابل التدريس. ف
فأقب بين يدي الله عز وجل فيقال لي قد أخذت أجرك أجرتك. سمعت من أين أتت هذه المعاني؟ من قلوب ارتبطت بسيدنا محمد حال أخذها لكلام الله التفاتا إلى الصلة بسيدنا محمد. هذه المقدمة التي طالت عن النتيجة. ما كنا في حاجة إلى هذا البسط فيها لولا ما تفشى بين صفوف الدعاة فضلا عن غيرهم اليوم من جفوة لمقام الصلة بسيدنا محمد وحصر البعض لها على صورة المتابعة الظاهرة دون الغوص على المقصود من المتابعة الباطنة دون الارتقاء إلى سدة المحبة والتعلق بجناب. بل صرنا نسمع كلاما ممن ينسب إلى العلم يقول فيه لا يصح أن تقول لفظ التعلق بسيدنا محمد لأن التعلق بالله وحده سبحانك هذا بهتان عظيم. وهل كان التعلق بسيدنا محمد إلا وجها للتعلق بالحق سبحانه وتعالى؟ هل تعلقنا بسيدنا محمد إلا من هل تعلقنا من سيدنا محمد إلا من باب تعلقنا برب سيدنا محمد الذي رتب كمال الإيمان به على التعلق بسيدنا محمد؟ صرنا نسمع من يقول الغلو في حب النبي، الغلو في مدح النبي سبحانك هذا بهتان عظيم، وهل عرف أحد قدره حتى يغالي فيه؟ كان شيخنا الحبيب عمر حفظه الله يسأل مرة عنه ويقولون الغلو، قال سبحان الله أي مدح أو خوض في المحبة وصلنا إليه ووصلت إليه الأمة مجتمعة يرقى إلى مثل قول الحق عز وجل فإنك بأعيننا. قال وأي مدح وغلو يمكن أن يصل بنا إلى سدة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إخواني ما أحاجنا إلى هذه المقدمة إلا تفشي مرض الانتقاص غير المقصود، بحسن الظن نقول غير المقصود، من قدر تعلق القلوب بسيدنا محمد على ألسنة من يظن أنه بذلك يذب عن بيضة التوحيد، وأن لنور التوحيد أن يستقر في قلب مرتبط بسيدنا محمد الذي حمل راية التوحيد. والبعض يتوهم أن الصلة بسيدنا محمد مرحلة، يقول نعم هو باب الله ومرحلة خلاص دخلنا من الباب إلى الله، ما الحاجة إلى كثرة الكلام عن الصلة بسيدنا محمد. وهمت. وهل لمعنى الدخول على الله أو الوصول إلى الله حد يحد فيقال خلاص بعد سيدنا محمد وصلنا إلى الله خلاص شكرا سيدنا محمد مع السلامة؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا، لأن مراتب الوصول إلى الله لا منتهى لها وأن إلى ربك المنتهى. إذن فلا منتهى، فحاجتنا إلى الصلة بسيدنا محمد لا منتهى لها. في كل ترق في مرتبة من مراتب الصلة بالله أنت بحاجة إلى صلة بسيدنا محمد قدوة اقتداء في هذه المرتبة ومحبة له من أجل الله سبحانه وتعالى. فمسألة الصلة بسيدنا محمد لا تنقضي. ولم يكن مفهوم الصحابة على هذا قط، ما تكلموا عن السلف، تعالوا نشهد السلف. السلف لم يروا أنه مجرد مبلغ أخذوا منه الرسالة ثم شكروه وأحبوه ومشوه. لو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى أن يصل تنافسهم على فضلة وضوئه إلى حد الاقتتال. كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه، لما سلتوا عرقه فجعلوه في الجناني كما صح ليجعلوه في طيبهم، لما تنافسوا على نخامته. اسمع، في زماننا من قد لا يحتمل سماع هذا الكلام، وربما بعض الفضلاء كان يقول لو كففتم عن ذكر هذه المسألة، لأن الزمان تغير نحن بحاجة إليها. والله نحن بحاجة إليها. إن الصحابة كانوا أنظف الناس وكانوا هم أئمة أهل التوحيد، هم السلف، هم أئمة السلف. وهؤلاء
قوة تعلقهم بسيدنا محمد حبا وتعظيما. هنا الكلام عن التعظيم ليس الحب فقط. قد وصل بهم إلى أن تجردوا عن النظرة البشرية لما يخرج من فمه الشريف. ها؟ لو كانت النظرة مقصورة على النظرة البشرية لتجزز أي إنسان من أن يأخذ نخامة إنسان فيدلك بها وجهه، والحديث في البخاري. ولكن إن الذوات التي كانت تنظر إليه على هذا النحو من التعظيم هي الذوات التي رأت ذلك ذوقا وشوقا وحبا وتعظيما، نوعا من التقرب إلى الله عز وجل. لو لم يكن الأمر بهذا العمق لما ترتب الإيمان كما مر معنا على محبته. لو لم يكن الأمر على هذا العمق لما حدث الناس عن معنى مجاورته في يوم القيامة وفي الجنة. سمعت كان معي يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، فجعل القرب منه في الجنة رتبة. والبعض يتصور أن هذا لأنه فقط علامة على اعتلاء الرتبة في الجنة، لأن النبي في أعلى الرتب، فليكون أقرب منه بيكون أعلى الرتب، فبيكون قصره الذهب فيه أكثر والحور بتكون أكثر والأنهار ستكون أكثر. هذا فهمك. لكن اسمع، تربية الراقية تقول المكان بالمكين، والتربية الراقية تقول تعشق الصحابة للقرب منه في يوم القيامة وفي الجنة لم يكن لأجل المرتبة التي تتحدث عن صورتها، وإنما كان حبا له وتعظيما لحضرته ولما تشربت به قلوبهم من استشعار لأثر القرب منه في هذه الحياة، في ارتقائهم في معرفتهم بالله، وما سيترتب على ذلك من أثر القرب منه في تلك الحياة في ارتقائهم في مراتب التلذذ بالنظر إلى الله. نعم يا ثوبان، ما الذي أمرضك؟ أبك مرض أم أصابك وجع؟ قال كل ذلك لم يكن يا رسول الله غير أني أحبك ولا أصبر عنك، وإني لا أذكرك وأنا بين أهلي وأولادي فلا أسكن حتى آتي وأنظر إليك. طيب إيش القصة؟ وإني تذكرت الآخرة فعلمت أنك تكون مع الأنبياء في أعلى الجنة، وأنا إن دخلت الجنة لا أراك. طيب دخلت الجنة، حور قصور والمرجو لك مثل الفردوس الأعلى، أنت من الصحابة وخادم رسول الله مولى رسول الله. كليلة ما ليست القصة هذا، كلامي وهمي ونحولي ما هو متعلق بالرتبة التي سأخذها في الجنة من متع وعطاءات عظيمة وأملاك. قال لا، قال وإن أنا دخلت الجنة أكون منزلة دون منزلتك، يعني ما أراك دائما، ما أشوفك. وإن أنا دخلت النار لم أراك أبدا. بس يا ثوبان إن أنت دخلت النار مصيبة كبيرة، نار واحتراق وعذاب. قال لا، القصة عندي أكبر من ذلك. وإن دخلت النار لم أراك، المصيبة بأني لم أرى أكبر عندي من مصيبة الحريق الذي في النار. رأية القلوب كيف كانت؟ هذا الإيمان. ها؟ هؤلاء السلف، إذا تكلمنا عن السلف، هؤلاء السلف سمعت السلف ثابت البناني التابعي تلميذ ابن مسعود وأنس، كان يطيل أنس النظر إلى عينيه، فلما سئل عن ذلك قال إنهما أشبه ما تكونان بعيني رسول الله، فلما بلغه الخبر بكى حتى رمدت عينه. هذا السلف، حالهم مع رسول الله. هذا السلف. السلف أحمد بن حنبل الإمام الكبير، كانت معه شعرة وصلت إليه من شعرات رسول الله، فأوصى إذ مات أن تدفن معه، أن توضع على عينه. هذا السلف. هذه نظرة من؟ من؟ سلف. هذا السلف. سلفنا هؤلاء. وهناك سلف آخر، أحدهم رأى أن قيامه الليل وصيامه النهار وأخذه لصورة المتابعة كافي لأن ينظر إلى النبي نظرة ندية، يا محمد اتق الله وعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. هذا سلف أقوام، يقولون سلف إن كانت نظرتهم إلى رسول الله لا ترتقي إلى المعنى الذي نتكلم عنه فذاك سلفهم وليس السلف الصالح. أما السلف الصالح فهذا مشهدهم في رسول الله.
سمعت من أنكر على المتكلم صحة رواية أن الصحابة كانوا يتنافسون على التبرك ببصاق رسول الله بنخامته. اسمع، تشعر بشمئزاز عندما أقول يمسحون بها وجوههم؟ الذي يشعر بشمئزاز يراجع نفسه، يراجع إيمانه. تعرف ماذا يراجع في إيمانه؟ يراجع مشهده لرسول الله، الذي تربى على أن مشهده لرسول الله مجرد أنه بشر فقط وأدى الرسالة وجزاه الله عنا خير الذهاب إلى حال سبيله، له ألف حق أن يشمئز إذا سمع هذا الكلام. لكن الذي يفهم مشهود السلف، نظرة السلف وسادتهم وهم الصحابة إلى رسول الله، لا يمكن أن يتقزز من شيء فعله الصحابة تقربا إلى الله. هذا ذوق، هذا وجد. وإذا كنا نرى أن الأم تمسح بيدها وسخ ابنها دون أن تتأفف بدافع الحب لهذا الابن، فكيف بحبي من إيماننا لا يكتمل إلا بأن نحبه أكثر من أبنائنا وأبائنا وأمهاتنا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين، بل وأنفسنا. حب وتعظيم، نظرة التعظيم جعلت رجلا يقول دخلت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه، فلم أرى أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. والرجل يعلم عندما دخل على قيصر كسرى وقيصر أن القوم كانوا يسجدون لملوكهم، ورسول الله لم يكن لأحد يأذن لأحد أن يسجد له. فمعنى ذلك أن التعظيم الذي كان عند الصحابة كان أعظم من تعظيم من يسجد للملوك، الذي رآه في وجوههم رشحا مما في قلوبهم من تعظيمه. إذا تكلم كانوا كلهم آذانا صاغية. هذا الأصل في صلتنا بسيدنا محمد، أنها مفتاح الصلة بالله، وهذا شأن لكل مسلم أراد أن يرتقي في إيمانه. فما بالكم في حال الداعي إلى الله الذي يعيش حال النيابة عن حبيبه ومصطفاه. ولولا خوف من قضاء الوقت وقد أوشك قبل أن نتكلم عن خطوات في معنى الصلة بسيدنا محمد لأطلق العنان للسان فيما تشتهيه النفس ويريده القلب وتحن إليه الروح من حديث عن محبه باب الفتوح وحبيب الملك القدوس السبوح صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. صله الداعيه بسيدنا محمد اولها ان ثمره الدعوه لها ارتباط بهم الداعي، صدق تحمل الداعيه للهم، وقد بسط الكلام عن ذلك في الدورة الماضية فليرجع إلى أشرطتها أو إليها في الموقع. سمعت، على قدر صدق تحملك لهم الدعوة يظهر الله عز وجل ثمرة لدعوتك. سمعت، ما زالت الناس مشغولة بصوت أحدثه تحرك لوح، مع أن الكلام عن هم سيدنا محمد. كان البعض من الأفاضل يستحسن أن لا يقام هذا اللوح التوضيحي حتى لا ينشغل الناس، فقلنا بل يبقى، لأن الذي يشغله لوح عن مثل هذا المقصد لا حاجة لنا الآن إلى أن يقول أنا داعية حتى يتنبه. هذه وسيلة توضيح، أرجو أن لا يكون في الكلام تجريح، لكنه تلويح جاء في صورة التصريح. الهم ليست النائحة المستأجرة التي تستأجر لبدعة النياحة على الميت والصياح عليه كالثكلة التي ذبح وحيدها في حجرها. والذي يحمل صدق الهم في الدعوة
لا يتأتى له أن يرتدي إلى صدق الهم إلا بقدر ارتباطه بالهم الذي كان في قلب سيدنا محمد. والذي قال له الحق عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فعلى قدر قوة صلتك به يسري هذا الهم إلى قلبك، هم محبوبك. والصادق إذا أحب تحمل هم محبوبه. أحببت إنسان وتشعر أنه مهموم بشيء، ألا تحمل هذا الهم؟ بلى. فحمل الهم له ارتباط بزيادة الصلة، بالالتفات إلى الصلة بسيدنا محمد الذي حمل الهم في حياته داعيا ومبلغا وناصحا ومجاهدا، وحمل الهم في برزخه: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، أما حياتي فتعرض علي أعمالكم فتحدثون وتحدثون، وفي رواية ويحدث لكم، وأما مماتي فتعرض علي أعمالكم. أنت بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء وأشهدت أمتك ممن حضروا حجة الوداع على هل بلغت؟ قالوا نعم. فأشهدت ربك وقلت اللهم فاشهد، أديت يا رسول الله، فما لك وللهم في قبرك الشريف بأمتك تنتظر عرض أعمالهم عليك؟ قال: قد ملأ الله قلبي اعتناء بكم وهما بكم. وهو في برزخه ليست المسألة قضية إبلاغ الرسالة فحسب، بل قد شرف الله هذه البشرية بقلب وقد أدى مهمته وهو في جنة في قبره الشريف مشغول أيضا بهذه الأمة. تعرض علي أعمالكم فما كان منها خيرا حمدت الله عليه. اسمع، ما قالوا ما كان منها شرا، الرواية الأصح الحسنة في سندها حسنة لغيرها، وما كان غير ذلك. تقول عليه أن يقول في أعمال أمته ما كان شرا، ما سيعرض عليه، ما يحمل من هم أن يرى ما يعرض عليه من أمته شرا، وما كان غير ذلك، استغفرت الله لكم. طيب وفي برزخي؟ قالوا في برزخي. ويوم القيامة؟ قال: وفي يوم القيامة لا أسألك عباس عمي ولا صفية عمتي ولا فاطمة ابنتي، ولكن أمتي أمتي. طيب شفعت في من شفعت لهم وشفعك الله فيهم ودخلوا إلى الجنة، وبقي أقوام ما عرفوا قيمة الانتماء إلى حضرتك والارتباط بهذا الدين فوقعوا في النار ولم تنلهم الشفاعة، ودخلت أنت إلى الفردوس الأعلى وأنت في الوسيلة يا سيدي يا أبا الزهرة بأبي هو وأمي. قالوا: حتى في هذا الحال لا أهدأ. والحديث الصحيح يسجد مرة أخرى غير السجدة الأولى للشفاعة العظمى: يا رب بقي من أمتي جماعة في النار، خذ من كان في قلبي مثقال كذا من إيمان فأخرجهم من النار. بقي جماعة، يا رب جماعة من أمتي في النار، يبقى من في قلبه مثقال أقل من هذا، حتى يقول: يا رب بقي بقية من أمتي في النار. جاء في بعض الروايات أن النار تضج تقول: لم يبقي لي محمد من أمته نصيبة، فيقول الله عز وجل: أخرج منها من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. فيخرج من يخرج ويبقى قلائل. يا الله، مرت حياتهم ما في قلبهم أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، لكن المسلمين معهم للسفة. فيسجد تحت العرش، كم سجدات له: يا رسول الله، قد قصرك، قصرك منتظرك في الجنة، قصرك ينتظرك مراتبك، لكن الله علق قلبي بكم، علق قلبي بإرادة نجاتكم وسلامتكم، ملأ الله قلبي هما بنجاتكم، فما طاب لي بقى في الجنة قبل أن نشفع لهؤلاء الذي ما عرفوا قيمة الانتماء إلي. يقول الحق: أخرج منها من قال مرة في عمره صادقا لا إله إلا الله. عندئذ يسكن صلى الله عليه وسلم ويطيب له العيش في الجنة. هذا الهم الذي في قلبه في حياته في برزخه في القيامة وهو في الجنة، نصيبك منه هو مفتاح نجاحك في الدعوة إلى الله. خذ الهم من هذا الكاس، اشرب هذا المعنى لهم الدعوة من كاسه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الحاجة في الصلة في ميدان الدعوة، أن قوة الصلة والحب لجنابه يجعل النفوس تتشرب صفاته. الإنسان أكبر عقبة أمامه هو نفسه، تريد ولا تريد، تريد ولا تريد، يأتي الأمر الإلهي، لكن بس يعني أنا تعودت على كذا. ما معنى تعودت؟ أنا طبعي، ما معنى طبعي؟ النفس، هو النفس.
كيف تستطيع أن تكسر شيء صعب في داخلك وهو هوى نفسك؟ لا تستطيع إلا بهوى هو أعلى أنواع الهوى في النفس. من هوى النفس الغضب، أنت عندما تغضب ربما تقول كلمة في أثناء سكونك تعيب على نفسك أن تقولها، تعيب على غيرك أن ينطق بها، بعد أن تهدأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا ساعة غضب ما ضبطت نفسي. طيب عقلك يعرف أنها خطأ، عقلك يعلم أنها خطأ، لما نطقت؟ قال الغضب غطى هواك وما ألقى على بصرك. الهوى منه الغضب يغطي على البصيرة ما يجعل العقل ينتبه. الغضب ماذا أيضا غير الغضب؟ الفرح، الحزن، الطمع، الشهوة، هذه كلها هوى في النفس، والهوى هذا يبذل من أجله الغوالي. شوف أنت من أجل هوى نفسك ممكن تبذل المال، ها؟ تبذل المال لأن اشتهيت الطعام الفلاني. بعض الناس يبذل الأموال الكبيرة على تحفة يشتريها صغيرة بحجم اليد، وهذا المال ممكن يبني 10 مساجد. ها؟ لما؟ لأن هوايته. هذا المال تعب في تحصيله، ربما سهر 15 أيام حتى يحصل هذا المبلغ ورمى في قطعة صغيرة. لما؟ هواه، هوايته جمع التحف، هوايته جمع الأنتيكة الأشياء القديمة، هوايته جمع الطوابع، فيشتري طابع بحجم أنملتين من الإصبع بمليون، ب100,000، 200,000. ما السبب؟ هوايته في ذلك، الهوى. فمن أجل الهوى الإنسان يبذل المال الذي يبذل في تحصيله العمر والجهد، الوقت والجهد والفكر. ها؟ في تحصيل المال ماذا يبذلون؟ جهد، فكر، وقت، ومع ذلك يبذل لماذا؟ للهوى. والعمر يبذل للهوى، الوقت يبذل للهوى. ممكن هوايتي شوف الأفلام البوليسية، واحد يقول هكذا يجلس ساعتين ثلاثة، مو يبذل الوقت للهواية. اسمع أكبر من ذلك، نختصر الوقت، الروح تبذل للهوى. ما تسمع واحد سقط من جبل ودك راسه ومات، ليش؟ قال هوايته تسلق القمم الجبال، هواية. نحن لا نذم الآن الأشياء التي ذكرناها، فيها المذموم وفيها غير المذموم وفيها الممدوح بنيته، لكن نتكلم عن أثرها على القرار في الإنسان. الهوى، ها؟ تسلق الجبل هواية، ممكن يدك راسه ويموت لأجل الهواية، يربط حبل بين جبلين وها ويمشي، لو طاح سقط مات. الهواية هوى، فالإنسان يبذل روحه للهوى. إذن كيف نعالج المصيبة؟ هذا مصيبة الهوى الذي تحول بيننا وبين الاستقامة، وتحول بيننا وبين الدعوة، أن يكون يجري الله على أيدينا أثرا كبيرا في الدعوة. كيف يكون؟ الهوى يحجب ذلك، لا يتأتى، لا يتأتى إلا بأقوى أنواع الهوى. وأقوى أنواع الهوى الحب، أقوى جند الهوى الحب، أقوى شيء في الهوى الحب. لهذا حتى صاروا يسمون الحب ماذا؟ هوى. فلان يهوى فلان، فلانة ما فلان يهوى كذا، أي يحب كذا. أقوى أنواع الهوى الحب. ما قال شوف أنت استعرض أنواع الهوى الأخرى، ستجد أن الإنسان يبيعها للحب. غاضب ويسب ويلعن، يا فلان قل لا إله إلا الله، يقول أنا أعرف الله قبلكم، بعد ويصايح ويضارب، صلي على النبي، قال النبي أنتم ما تعرفوا، بعده تصلي على النبي ويصيح، ما يقبل، ما هو كلام، صياح وغضب وانفعال شديد. تمر زوجته التي يحبها وهو مشتاق إليها، أهلا فلانة، والضحكة دي جت منين؟ البسمة. أول نقول لك الله والنبي وغضب وشدة، ما الذي حصل؟ الحب. ها؟ الحب. فالحب أقوى جند الهوى، وهو قاهر الهوى. فإذا وجه هذا الحب إلى الله ورسوله وما زجل كل جات، قهر الهوى وجعل الهوى تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، ويسلم تسليما. طيب حب الله يكفي في ذلك؟ قلنا الأصل أنه حب الله، لكن لماذا قلنا بحب رسوله؟ لماذا ربط الله الأمر برسوله؟ قالوا لأن النفوس البشرية تحتاج إلى شيء يتصور في العقول، وبينه وبينها مشاكلة مماثلة. لهذا قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم، ليس للحطم القدر سيدنا محمد كما يستخدمه بعض إخواننا هداهم الله، ولكن ليلفت أنظارنا إلى أن هذه المماثلة جسر للصلة. الحق سبحانه وتعالى غيب، سيدنا محمد مخلوق محسوس متصور بهيئة وشكل وصورة، وصفت في 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 كتب الشمائل. وبما أن العقول متشبثة بالمحسوس، متشبثة بقدرتها على التصور، فقد جعل الله سلما إلى حبه حب الحبيب صلى الله عليه وسلم بشيء يتصور في العقول.
على أن سر الخصوصية المنطوي في المتصور في العقول لا تطيقه العقول. قل إنما أنا بشر مثلكم. في وقف هنا، فين حفاظ القرآن؟ في وقف؟ في وقف؟ لازم؟ في وقف جائز؟ في وقف مستحب مفضل؟ ماشي، ممنوع الوقف هنا، ها؟ قبيح قال هو وجهه. فين أصحاب حفظ كتاب الله؟ في وقف هنا؟ ما في وقف، ليش؟ حتى لا تقف العقول عند مثلكم. لو تصور أن الأمر يصح بأن نتوقف نقول بشر مثلنا، انتبهوا بشر مثلنا لا تبالغوا، لا كان هنا وقف. قل إنما أنا بشر مثلكم، ما في وقف. وإذا وقفت عيد عادك. مثلكم يوحى، لابد تلصق مثلكم يوحى، حتى تفهم أن المماثلة هنا مماثلة جنس، تهيئ لك تصور ارتباط، تصور اقتداء، تصور تعلق بشيء. إذا تعلقت به سرى إلى قلبك ترك ما تريد لما يريد، فتقتدي بحضرته فتحب الله ويحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بدون ذلك لا. أما مثلكم وقفت هنا انتقاص. يوحى في وراء هذا المثلية، وراء هذه المثلية سر الوحي والخصوصية، تعجز العقول عن تصورها. فصار حاجتنا في ميدان الدعوة إلى الصلة هنا، في ارتقائنا بتطويع أنفسنا لمعنى المتابعة من خلال الحب. والنفوس مجبولة على الخضوع لما تعظم، فبقدر تعظيمك له صلى الله عليه وسلم تخضع لما جاء به متابعة. ها؟ إذن التفات الداعية في استثمار جهد دعوته للصلة بسيدنا محمد، هذه أسبابه، آلياته، تنمية حب سيدنا محمد باستحضار النيابة عنه أثناء الدعوة. عرقت سال منه الدم، الأكل ما عجبك في المنطقة التي ذهبت إليها في الدعوة، أكل تعبان ربط على بطنه الحجرين من الجوع، استصحب معك هذا المعنى. أساء الناس الظن فيك، أو أغلظوا عليك الكلام، أو شدوا معك، أو ما احترموك. بعض الدعاء يزعل قال ما قدروني، لابد أتخذ موقف، لأن لو ما اتخذت موقف أنا هنت الدعوة. أنت ما دريت أنهم خنقوه حتى جحظت عيناه الشريفتان؟ أنت ما دريت أنهم وضعوا القاذورات السلاح على عاتقه وهو ساجد؟ أنت ما قرأت سير؟ ما عرفت؟ ما استصحبت معك معنى الصلبة. استثمر جهدك في الدعوة بالصلبة. شوف في حال الأذى الذي تتعرض له تذكر، في حال الفتح الذي يحصل لك في الدعوة تذكر، فتحت القلوب وأقبلت الناس تذكر كيف كان حاله في فتح مكة، يكاد ذقنه الشريف يلتصق بقربوس ناقته من شدة الخضوع والتواضع والذلة لله. هذا البعض يقول إن شاء الله سندخل بيت المقدس أعزة، نقول لا، إن شاء الله سندخل بيت المقدس أذلة لله أعزة بالله. الذين يتصورون أنهم سيدخلون بيت المقدس رافع الرؤوس هم من أسباب تأخرنا عن دخول بيت المقدس، لأن القدوة الذي نصطحب معنا الصلة بحضرته لما دخل مكة دخل متعطئ الرأس تعظيما لحضرة الحق، وهنا كانت عزته. ففي الوقت الذي يفتح الله باع على أيدي قلوب الناس وأماكن الناس تذكر هذا المعنى، ها؟ ذكر الذلة والتواضع والخضوع صلة به هنا. كيف كان وقت الفتح؟ كيف كان وقت الأذى البلاء؟ كيف كان وقت القتل؟ كيف كان استصحب؟ ها؟ هذا الاستصحاب للسيرة التي عانقتها وتعشقتها وأدمنت النظر فيها يمشي معك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مشى معك قوى صلتك به. كل ما مر بك موقف سبحان الله أنا قليل وتعبت وقدني غضبت وببطل، كيف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان صبره؟ هذا صلة به صلى الله عليه وسلم. إنما ترى العصاة في معصيتهم تذكر أن هذه المعصية تكدر خاطره الشريف، أنها تكدر خاطره الشريف، فتعلم أن تحزن عندما ترى إعراض الناس من أثر حزنه هو في رؤيته لإعراض الناس، تقوية الصلة بحضرته. عندما تخرج في الدعوة تذكر آدابه، تقوية الصلة به بتذكر آدابه، استصحاب هذه الآداب معك على التفصيل كما ذكرنا في الإجمال سابقا. تذكر حال الصلة بحضرته صلى الله عليه وسلم، التفات إلى صلتك بسيدنا محمد في ميدان الجهد الدعوي، في أدبك في التعامل مع من يكون معك. جاءت في ذهنك فكرة وتظن أنها ستفتح بابا في الدعوة وتحمست لهذه الفكرة وأردت تعملها، المجموعة الذين معك غير مقتنعين بها، إما أن تقنعهم وإما لا تعملها. سمعت ما لم تكن فرضا،
ما لم تكن شيئا ضروريا. وإذا كان ضروري اقنعهم حتى يقوموا معك. ها؟ هو كانت فكرته صلى الله، كان رأيه صلى الله عليه وسلم، كان نظره في معركة أحد أن يكون القتال أين؟ في المدينة، قال نقاتلهم هنا. فقام شباب الأنصار وقالوا يا رسول الله لا يتحدث العرب أن قد غزينا في ديارنا، بل نخرج إليهم إلى أحد. قال نخرج إلى أحد، كان هذا رأيه، ترك وهو المعصوم. تعلم صلة به، كلما سلكت مسلك من مسالك الدعوة أين رسول الله في هذا المسلك، اجعله أمامك نصب عينك صلى الله عليه وآله وسلم، هذا صلة به. ثم بعد ذلك إذا أويت إلى فراشك وأنت متعب صلي عليه بحب، صلي عليه بذوق، يا رسول الله بأبي أنت فأمي، من توفيق الله لي أني سعيت الآن في مقاصدك خدمة دعوتك، يا رب اجعلني أبيت هذه الليلة وقد قرت عين أمي، يا رب مرت ليالي عرض عليه من أعمالي القبيحة الكثير، كم كدرت الخاطر الشريف بذنوبي ومعاصي وما ارتكبت، والليلة هذه يا رب لا منا بل منا منك علي، لا منا مني عليك ولا على رسولك، أقر عين حبيبي محمد به هذه الليلة، هذا حال ينبغي أن تعيشه، تقوية صلتك بسيدنا محمد في جهد دعوتك في خدمتك، وردك من الصلاة والسلام عليه، تعشقك لإحياء سنتي حال الدعوة. فعلى قدر قوتي نظرك لاستثمار دعوتك وجهد دعوتك بالصلة به صلى الله عليه وسلم، يظهر الله أثر ذلك في بناء ذاتك، ويظهر الله أثر ذلك على أرض الدعوة. والحديث عن استثمار الجهد في محبة في صلة به صلى الله عليه وسلم لا تكفيه دورات، فضلا عن أن تفي به جلسة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أو حتى لا يترك بعضه، ولعل هذا لفتة إذا خرجنا بنقاط نعمل بها. ها؟ استحضار النيابة عنه في كل جهد دعوي، هذا الصلة، استصحاب آدابه في كل جهد دعوي، هذه الصلة، استشعار أحواله الشريفة حال الدعوة، هذه صلة، في الفتح في الإعراض في الإقبال في الأذى في التيسير، استشعار الصلة بإقرار عينه حال العمل الدعوي، هذه صلة به، النظر إلى صلة الثمار بمقاصده صلى الله عليه وسلم، هذه صلة به صلى الله عليه وآله وسلم، مزج الجهد الدعوي بالصلاة والسلام عليه، هذه الصلة. شوف كل أدب من آدابه تلتفت إلى صلتك بحال إحيائه في الدعوة هو صلة به. شوفوا أدب التبسم مثلا، تبسم كان لا يطوي عن أحد بشرة. ليش يا إخواني نحن نجتهد في الدعوة وجوهنا عابسة مع الناس؟ ما أدري كيف يحصل خلط بين أن وجود الهم هم الدعوة في النفوس وبين عبوس الوجه، ما له علاقة. هو الذي كان دائم الصمت طويل الصمت تواصل العبرات دائم الأحزان، قال لا يطوي عن أحد بشره صلى الله عليه وآله وسلم، هو صاحب هذا الحال لا يطوي عن أحد بشره، الذي حمل الهم ودعا وتأثى ما يطوي عن أحد بشره، من كثير أكثر الناس تبسما في وجوه أصحابه، إذا تبسم افتر عن مثل حب الغمام، إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ قال الصحابي لا كالقمر، أي في استنارته، في استنارته لا في استدارته، وأميل إلى الاستدارة، لكن كالقمر في استنارته لا في لونه ولا في استدارته. خذ هذا المعنى وانظر كيف تنفتح لك أبواب في الدعوة بصلتك بهذا الأمر، وكلما انفتحت التفت إلى أن هذا الفتح يسره الله لك بالصلة بحضرته، وأخيرا الصلة بالسند إليه صلى الله عليه وسلم في الدعوة. نعم، التفت في جهدك في الدعوة إلى ارتباطك بالسند، لا أدعو وحدي هكذا قفز منقطع عن الصلة، أدعو مرتبط بأئمة للدعوة، بمرجع بمراجع بشيوخ، هؤلاء ارتبطوا بمن قبلهم ومن قبلهم بمن قبلهم ومن قبلهم بمن قبلهم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا معنى من الصلة به أثناء الدعوة، يا رسول الله مبلغ عنك، بلغوا عني، بلغ عنك بسند مرتبط بك، ما أنا مقطوع عنك. فأخذ هذه المعاني، كل مرحلة من مراحل الدعوة، في كل حال، في كل خروج، في كل درس علم، في كل أنت تدرس، اجلس في الحلقة استشعر أنت الآن نائب عن من، تصعد المنبر أنت نائب عن من، برزت في وسيلة إعلام نائب عن من،
خرجت في ميدان نائب عن من؟ عنه صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياه.